عيب، انا مدرب رقص محترم ومخرج. قال لي ما ينفعش، انت برضه قلت له ما ينفعش. قال لي طب خلاص خلي شربات بنت عم زنات الجناين تعمل الشغل. طب دخلها يلا. حاضر عم زناتي. ايوه تعالى عم زناتي. ايوه انا جاي اهو. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا ست الهوالي. ازيك يا عم زناتي؟ الله يخليك يسر اصلك يا ست. ازيك يا زناتي؟ ازيك يا عمنا؟ اهلا وسهلا. اسكت خير. مش العزب بيه بعتني بعثه امريكي. في امريكا؟ ايوه قال لي عايزين خبراء اجانب. يا راجل في امريكا؟ ايوه والله كده اهو. ولا قلت امال يا زناتي؟ روح جرب حظك وابتدي حياتك. اه ما يجراش حاجه يعني كده بالك. ايه ده انا ناوي على نيه، انما اللي هي اكتر من كده. ايوه والله. ايه انا هروح امريكا. ايوه اتعلم الطيران. ايوه وبعدين باجي هنا ايه اسوق بقى. تسوق ايه؟ الهبل ولا العبط؟ فين شربات؟ هي شربات انا جبتها. ايه جاها؟ يلا خش يا شربات. شربات يا بنت انا مسافر. غار يا بغار. سلام يا ابا. سلام. اوعى تدوس على حد وانت ماشي يا ابا. استر اصله تروبش. مش بقول لك شربات؟ يلا قولي دستور. دستور. وكمان دستور. دستور. طيب سمعي بقى ستك النشيد اللي انت حافظاه. اهلا بيكن اهلا بيكن. ايوه. يلا احنا جينا عندكن. احنا فرحانين احنا مبسوطين. مش فاهمة يعني. وبعدين يعني شكرا لكم شكرا لكم. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى روح عند ستك حب على ايدها عشان ترضى عنك كده. بيقول له حب على ايدك يا ست عشان تقول. بتقول له وفطت كده. هي فطت كده؟ ايوه. لا ما يصحش، اجرعتيها من شعرها. بيقول له اجيبك من شعرك يا بيواني حبيب. بتقول له بنه صدرت صباعها في مراخيره. فين؟ في مراخيره. لا لا ما تزعليش يا شربات، هدي بقى اللي هتنظف المكاتب. دي اللي هتنظف المكاتب؟ اه. قصدك هتوسخ المكاتب؟ انا ماليش علاقه، عزب بيه قال هتوها جبتها. خدي بالك من نفسك يا شربات. سلام يا ابو طويل. الله يخليك. انت طويل على الفاضي كده لا ولا؟ ايه يا بت في ايه؟ بتنضفوا بيه السقف دي ولا ايه؟ يا سلام. ايش 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 اهدى. ريحتكم حلوه. انتوا عايشين هنا ولا والله انتوا عايشين في الجنه ومش حاسين. بالك انا لو حدايا الوسعات كبيره دي اجيب فيها بط وارانب ويقعد. وايه الراجل مركب شباك ازاز على مناخيره دي؟ والستات قاعده في ريح الرجاله عاب. اهدى بس ريحتكو حلوه. هو ده يبقى جوز امك؟ دي تعجب الراجل مصيبه. التاني جوز امك؟ دي ده جوز ام انا ده. يا زناتي. ايه يا حلوه مالك بتزعكي ده؟ لا زناتي يبقى جوز امك؟ بقول له يابا. وامك فين؟ وانيش دراني. بيقولوا ماتت. ماتت؟ وانيش دراني. بيقولوا كانت غزية. غزية؟ وانيش دراني. لقوها غرقانة في الترع. جوز امك؟ اشمعني؟ كان حبسك فين؟ كان حبسني في كشك سيد الكلب اللي في الجنينة. مع كلب؟ لا انت ما دريتيش. وانيش دران. مش صيد الكلب فيطس واحنا سكننا بداله؟ يا سلام منتهى الانسانيه. اللي انا قولي لي يا سيد اللي انتوا بتعملوا هنا مسخره؟ مسخره؟ ايوه يعني راس ومغنى وكده. وانت شفت الكلام ده فين؟ ببص من خرم باب الكشك وانتوا بتعملوا بلوفر. اه واحنا بنعمل بروفا. ايوه وانت تعملوا بروفا. ايوه
وعديكي بقى اني اول ما اشوف الرقاصين بتاعكم بيرقصوا والمزيكا تشتغل من هنا اقعد ارعش كده زيهم وهني شويه وهني شويه واعمل الدوريه ده هي والله ما شفتش فرامل ولا ايه مانيش درانه ما انت مسخره اهو يعني على قد ما اوسم يا ست مش قلت لك امك هتغذيه وبعدين المثل بيقول اكفي ليدر على فمها تطلع البت لا لا لاختيه وبتفكري لبته يا هبله يا سلام كل ده خرج من كشك الكلب الا قولي لي يا ست الهاني يعني ما ينفعش اطلع في التلفزيون بمنظرك ده وماله منظري يا ست ماني حلوه اهو ايه يا شربات انت عمرك ما بصيتي في المرايه ابدا وانش درانه لا احنا عندنا مراه من اصله أنا ببص في الطاس الألمونيا وأشوف ناس تتشاش مع ويجا كيد شربات إيه؟ فاكرة آخر مرة استحميتي فيها في البانيو كان إمتى؟ استحمات يعني عمرك ما عملت شعر كوافير؟ ها؟ عمرك ما عملتي باديكير ومانيكير؟ ها؟ يعني شو هدومي؟ عندك غيرها؟ طبعاً أنت ما عندكيش المنسحة اللي أنت لابساها قصدك الفستان واللي أنت لابساها ده بسميه الفستان أمال إيه يعني بنكلون سكريتش؟ ماشي سمعت عن حقوق الإنسان؟ ها؟ الانسان وانش دران سمعت عن جمعيه الرفق بالحيوان ايوه اني اعرف الجاموسه والبغل والحمار ودول بيعرفوا لك ايه لا كده يا بت لا كده يا بنت اللذينه بت انت بتهزقني اولاد مجنونه انت يا بت بتهزقني لا مش انا اللي بهزقك ده الزمن هو اللي بيهزقك وكمان الزمن بتكتروا على اولاد اللذينه معلش يا شربات ايوه بتكتروا على لا يا اولاد اللذينه يا بت لا بلاش الكرباج لا الكرباج اهدى اهدى بالله لا يا مفترية يا بت اصدقي انا اما معلش يا شربات نسيت عليا قوي ان شاء الله يخليكي بصي يا شربات رد على المهبول ايه يا زبي اللي انت جايبها دي تحفه طب خلاص انا اتصرف معاها يلا باي باي هاي يا ست هتشغليني في التلفزيون بصي يا شربات من النهارده انا مش هسيبك هحميك هسرحك هنضفك سرحيني نضفيني هعلمك هنورك علميني نوريني توعديني تفهميني وانش دراني اوه ما تقوليهاش كشكشه ما تعرضهاش ايه كشكشه يا اخت ما تعرضهاش ماشي يا شربات بص يا شربات انا زيزي قولي لي يا زيزي ست زيزي لا قولي زيزي بس قولي اسفة اسفة انا مين اسفة خليكي معايا ايوه ماني معاك اهم حاجة في الدنيا الثقة بالنفس يعني ايه يعني تعملي زي وتقلديني ايوه اني واثقة بنفسي غرور ايوه المرور غطرسه فرفاسه فرفاسه ايه يا بنت اعمل ايه يعني اتنفخيلي اتنفخ ايه ده انت كده هتفرقعي وحش يعني يا ست لا انت كده اكسلنت يا بنت اللذينه بتهزقني تاني يا بنت اكسلنت انا راكحه بامتياز الحمد لله يا جماعه اني اكسلنت بتغني ايوه وبترقصي ايوه حافظه ايه اهلا بك اهلا بك يا اللي احنا جاي يا بنت اللذينه ولا يا مجنونه انت انت بلديات يا بيه بات مش حافظه اي حاجه تانيه ايوه يا ست اني حافظه واني ماشيه عن اذنكن عن اذنكن يا اللي احنا كنا عندكن احنا فرحانين واحنا مبسوطين مش بقولك بلديات يا بيه بت حاجه ليا مش حافظه حاجه ليا ايوه اني حافظه الاستعباط بتاعك استعباط جالك دوار ولا بت طب يلا نعمل الاستعباط بتاعك ايوه